Clinical and laboratory steps for construction of a chrome cobalt partial denture. Knowledge of the laboratory phase of partial denture construction is essential for the clinician, who must assume total responsibility for the design and quality control of all aspects of this construction. يعني التكنيشن هو المسؤول على رسم الديزاين وتصميمه بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى اللي هسه راح نبدأ ناخذها بالتفصيل. أي partial denture أو أي denture طبعا يكون عندنا steps أو خطوات. أول خطوة اللي هي primary impression, making at first clinical appointment for patient seeking for the removal partial denture. يعني أول خطوة اللي هي الـ primary impression اللي نعملها للpatient في الزيارة الأولى للعيادة. A diagnostic cast with a neat and specific design carefully done on it. يعني راح بعد أن نأخذ الـ primary impression pouring by the plaster حتى شنو نحصل على الكاست نسميه شنو هو نسميه الـ diagnostic cast. هذا طبعا حتى نرسم عليه الديزاين اللي يكون من عمل طبيب الأسنان أو بالعيادة. Making the hair of control, marking often the hair the head of control. هنا راح نحدد the head of control اللي هو بواسطة شنو هو بواسطة السيرفر. Drawing the clasp rest and drawing the connectors. يعني نرسم الديزاين اللي هو ضمن الكلاس والرست والماينر اند ميجر كونكترز. 2. ماوث بريبريشن انسايد ذا بيشنت ماوث. هذا كلينيكال ورك داخل العياده البريبريشن اوف ذا ماوث. 3. فاينل امبريشن اند ماستر كاست برودوس. طبعا ايضا كلينيكال ورك بعد ما ناخذ الفاينل امبريشن طبعا نسوي سبيشالتين ناخذ فاينل امبريشن باورينج باي ذا ستون حتى نحصل على شنو على الماستر كاست. اذا صار لنا دايجنوستيك كاست بالبرايمري امبريشن والماستر كاست بالفاينل امبريشن. 4. After recording the master impression, the framework is fabricated for a cast partial denture. يعني هنا طبعا لابراتوري ورك بعد ان نكمل الامبريشن نحصل على الماستر كاست. هنا ايضا راح نبدا نسوي فابريكيشن للكاست حتى نرسم عليه الديزاين مرتل. طبعا هذا الباورينج باي ذا شنو باي ذا لابراتوري. ذا فريم ورك از اسينشال The framework is essential for other procedure like preparing occlusal runs, jaw وإلى آخره. يعني من نعمل الفريمورك أيضا راح نسوي له centric occlusion وcentric relation بالبداية بعدين centric occlusion after the setting of the teeth. A framework fabrication involves the following steps. 1. Wax up اللي هو سوي البلوكينج اللي اندر الكات. دوبليكيشن اند بريبريشن اوف ذا ريفراكتوري كاست. بعد ان نكمل البلوكينج للواكس يعني بالاندر كات ايضا نسوي ديزاين اوف ذا فريم ورك اللي هو نسوي نخلي طبعا عفوا ريليف under the design of the framework. هذا الريليف هسه بعد شوي راح نجي ناخذه عباره عن thin wax. بعد ان نكمل راح ناخذ له شنو هو duplication. هذا الكاست الماستر كاست نسوي له duplication بال و نسموه refractory cast. 3. waxing. 4. investing يعني 5. burn out. 6. casting. 7. finishing and polishing. هسه راح نجي هالخطوات ناخذها يعني خطوه خطوه ونشرحها. The first step in framework construction is the transfers of the design
to the master cast by the dental technician. The treatment master cast is placed on a surveyor and a head of control marked according to the pre-selected path of insertion and removal. يعني بعد ان قلنا احنا سوينا ديزاين على الدياجنوستيك كاس راح نحوله الديزاين الى الماستر كاس. الماستر كاس راح نخليه على السيرفير حتى نحدد الباث اوف انسيرشن، نحدد الاندر كات. طبعا هذا عمل التكنيشن. ذا تكنيشن ذن كيرفولي ترانسفير ذا ديزاين اون ذا دياجنوستيك كاست to the master cast. كنا نحاول من الدياجنوستيك الى ماستر كاست. The elimination of undesirable undercast on the master cast with wax is referred to a block out. يسمى بالبلوك اوت اللي هو بلوك اوف ذا undesirable undercast. This will help ensure the finished casting will go to a place with minimal engagement of undercast. يعني نحاول قدر الامكان نقلل الاندركات، يعني اذا ما قدرنا نسوي لها complete blocking. Certain areas under the removal partial denture framework are relieved using various thickness of wax sheet. ايضا نسوي ريليف لتحت الميجر كونكتر او تحت الدينشر بيز او يسموه السدل. Relief is usually associated with the denture base and mandibular major connector. مثل ما تشوفون هنا بالصورة، هذا هو عندي الريليف، عبارة عن thin wax يكون under the major connector، وبنفس الوقت يكون عندي هنا طبقة under the saddle or the denture base. A block out is classified as parallel shaped or arbitrary. Parallel block out used in a proximal surface. هذا بالproximal surface and lingual. Proximal and lingual surface. يعني هذا عندنا proximal، عندي هنا باللingual surface where reciprocation by a plate. يعني قلنا undercut، أحيانا يكون عندي bony undercut، يكون أو أحيانا يكون عندي tooth undercut. Shaped block out ledge on which class pattern are to be placed. Arbitrary block out used to block out undercast out the design to protect the mold from distortion when lifting the master cast from duplicating material. يعني بعد ما نسوي ليش احنا بدنا نسوي undercast؟ حتى اولا نسوي path of insertion removal and partial denture، وبنفس الوقت حتى نمنع الفراكتشر اوف ذا ماستر كاست اثناء الدوبليكيشن. احيانا طبعا احنا بدنا نسوي بلوكينج، هذا هو الواكس اللي بنشوفه هنا يعني البراون كلر. راح يصير عندي شنو هو؟ راح يكون هذا الواكس اما يكون عندي اكسس اور اندر. فاذا راح نحدد هذا واسطة السيرفير زين، وإذا كان عندي مور يعني ماتيريال اوف ذا واكس راح نسوي له شيفينج حتى نحصل على الباث اوف انسيرشن اند ريموفال، يكون عندي باراليزم. هذا الريليف أيضا تشوفون هنا بنيث أندر كات مسوين ريليف مو يعني ميجر كونكتر والدينشر بيز. When the technician has completed the block of the and relief, the master cast is then duplicated. يعني بعد ما نكمل الريليف والبلوك اوت راح نسوي له دوبليكيشن. دوبليكيشن راح يكون usually using reversible hydrocolloid او agar or within the viscosities of silicon in a duplicating flask. يعني نسوي هذا هو الماستر كاست وهذا هو الدوبليكيشن او اسموه ريفركتوري كاست اللي يكون من ماده الانفستمنت، مثل ما تشوفوها اللون مالها البراون كلر. The reversible hydrocolloid impression is poured in refractory material either gypsum phosphate or silicate bonded. هذا الانفستمنت عندنا ثلاث انواع، اما جيبسون بوندد او فوسفات بوندد او سيليكيت بوندد.
هذا طبعا حسب نوعية يعني المتل، اكو المتل اللي يحتاج الى هاي تمبرشر طبعا نستخدم ويا الفوسفات والسيليكات، اذا كان عندي لو تمبرشر نستخدم الجبسوم ليشين جبسوم ما يتحمل حرارة عالية. Depend on the metal used in the casting and allowed to set. The technician then has a duplicate of the master block outcast in an investment material on which the removable partial denture from morgue will be directly waxed. Also, the design must once again the transfers to the refractory cast so that the technician can accurately place the component parts of the framework. يعني احنا هنا نسوينا الريليف على يعني تحت الدينشر بيس وتحت الديزاين اوف ذا ميجر كونكتر، هذه راح ننقله الى الفركتوري كاس، نطلع الفركتوري كاس اللي هو يعني اوتوماتيكيا هو بريليف، يعني ما ليش يعني هذا بقى واكس ونسوينا فريم ورك، هذا الواكس راح يصير بي راح يصير بي ديسبليسمنت او احيانا يصير عندي مولتين بالحراره، بينما الريفراكتوري كاست هذا حصل. هذه الماتيريال تكون عندي فيري هارد، كلش يعني هاردنس مور ذان ستون ماتيريال. الادفانتج اوف دوبليكيشن بريزيرف ذا اوريجينال كاست، يعني حتى نحافظ على الاوريجينال كاست او الماستر كاست، لان هذا هسه بعدين راح احتاجه اخلي عليه الديزاين او الفريم ورك بعد ان يكمل عندي نحوله الى متل. Elimination the danger of a fracture or abrasion the surface of original master cast، يعني راح يصير عندي اما فراكتشر بالماستر كاست او احيانا يصير ابريجن يعني نتيجة الاستخدامات راح يصير ابريجن للسرفس اوف ذا كاست. Forming the wax or plastic pattern حتى اعمل عليه شنو الواكس مثل ما تشوف هنا او يعني اول الفريم ورك من الواكس. The metal framework is cast against the surface of refractory cast، بعد ما اكمل الفريم راح اخليه لوين اقعده على الماستر كاست. هذه هو فوائد الدوبليكيشن. Waxing the removable partial denture from framework. Before waxing, the refractory cast is dried and dipped into the beeswax to ensure smooth and dense surface. يعني هذا عندي الكاست، قبل ما اسوي الواكسينج اخلي شنو؟ اخليه بالشمع النحل beeswax حتى احصل على smooth and dense surface. يصير عندي more dense surface. Also the design must once again the transfers to the refractory cast so that the technician can accurately place the component parts of the framework. Most components of the unremovable partial denture framework are manufactured flexible plastic pattern. The exciting requirements that the modified by the that are modified by the technician to fit refractory cast with adhesive. يعني هنا الماتيريال نستخدمها تكون اما عندي فلكس تكون فلكسبل حتى يعني يسهل استخدامها، او اذا صار بها فراكشر نقدر نسويها سولدرنج بسهوله. هذا بالنسبه لعمل الديزاين اوف ذا فريم ورك. هذه هنا مثل ما تشوف بالصورة هنا شيت واكس، هذا يكون هنا يكون عندي ريد، ومثل ما شفنا بالصورة يكون عندي شنو جرين. هذا عندي هو الرود واير، وهذا عندي هنا الواكس اللي هو يمثل لي الكلاسب او الارم اوف ذا كلاسب. مثل ما تشوفون هنا بالصورة هذا هو الشيت واكس، وهنا الارمات اضافة الى الرست. The wax framework is sprayed directly on the refractory cast. This step is called sprawing.
and investing with refractory material in a casting ring. This procedure is called investing the separate pattern. يعني بعد أن نكمل الديزاين من الواكس مثل ما تشوفون هنا أنا نسوي له السبرو. هذه هي السبرو اللي هي عبارة عن رود أوف ذا واكس يكون متصلة بكل مناطق ال البارشال دينشر أو الفريم وورك. هذا هو السبرو يكون عندي متصل. وهنا أنا هذا هنا أنا هاي الصورة. بالأخير نخلي هذه الشكل. هذا من أيضا من الواكس اللي هو يشبه القمع أو ترينجلر شيب، يكون البيز مالتها من الأعلى. راح نصبه بال باورينج باي ذا انفستينج ماتيريال مثل ما تشوفون هنا بالصورة. هذا هو شو الترينجلر شيب أو القمع اللي راح بعدين نستفاد من عنده لدخول المتل. هذا يسموه بعد ما نصبه يسموه investing the sprout pattern. بعد أن هذا هو الرينج مثل ما تشوفون راح investment يوصل إلى مستوى الرينج ويكون عندي هذه المنطقة اللي هي السبروت تكون عندي بارزة إلى الأعلى خارج مثل ما هنا الصورة. بعد أن نكمل يعني الانفستمنت راح نتركه حتى يتصلب. بعد ان يصير به تصلب راح نوديه وين؟ الى الفرن. ليش نوديه الى الفرن؟ حتى يصير عندي ايفابوريشن لكل الواكس. هذا هو الواكس هنا كله يصير به ايفابوريشن، ومن يصير به ايفابوريشن يبقى عندي هذه المنطقه تكون عندي فارغه او سبيس انسايد ذا انفستمنت. بعد ان نكمل يعني مور ايفابوريشن يبقى طبعا الرينج هنا الانفستمنت يكون عندي هارد هارم يعني لا زال بعد هيت يعني هيت بحراره. راح نسوي له عمليه الكاستنج. افتر ذا انفستمنت سيت ذا رينج بليست ان ابرن اوت اوفن فور ذا بريسكرايبد تايم اند تمبرتشر. The burn-out procedure serves three purposes. One, it derives off moisture in mold. يعني خليه بالفرن حتى يعني أولا نتخلص من الرطوبة. It vaporized and thus eliminated the pattern leaving cavity in mold. راح يسوي evaporation للwax ويترك ال يعني الكافيتي أو السبيس يعني هو يمثل لي الديزاين of the partial denture or framework بالإضافة إلى السبرود. It expanded the mold to compensate for contraction of metal on cooling. هذه طبيعة الانفستمنت ماتيريال راح يصير بها expansion تمدد بالحرارة. فاحنا نحتاج هذا التمدد ليش؟ لأنه المتل يصير به شرينكج. فإذا ايش راح أسوي؟ إذا استخدمت يعني السايز الطبيعي من أريد أسوي له كاستنج من يصير بي كولينج بالكاستنج راح يصير عندي ديزاين بي شرينكج يعني راح يصير أصغر من الحجم الطبيعي. فلو صار عندي هنا اكسبانشن بالماتيريال راح أحصل على ديزاين أيضا بي اكسبانشن. بعد ما نصير يعني البرودة راح تنكمش الكاستنج وينكمش هو الانفستمنت. راح ايضا يرجع الى الحجم الطبيعي اللي اني احتاجه. The metal is melted by an electrical muffle and the molten alloy is forced into the mold cavity by centrifugal force. This procedure is called casting. يعني اذوب المتل بعد بالالكتريكال مفل بعد ان يصير مولتنج للمتل بالسنترفيوج يعني بالطرد المركزي. هذه راح يدخل هذا المتل انسايد ذا الانفستمنت هذا او المولد. من راح يدخل راح يميلي الفراغات اللي تمثل لي الفريم ورك والسبرو. نتيجة الحركة طرد مركزي راح تتوزع هذه المتل يعني ياخذ كل ما راح تبقى عندي فراغات داخل
الكاس، يعني كل الكاس كل المتر راح تتوزع على مكان الفريم وورك، هذا نسميها الكاستنج. بعد ان نكمل يعني يصير عندي سيتنج ذا سوبر ريموفال اند فينيشينج ار دون وذ هاي سبيد ليث لارج ابريزيف ديسكس بولشينج كومبوننت اند كومباوندز اند ويل. ابدي شنو هو عمليه القطع، هذا مثل ما تشوفون هنا هو السبرو، هذا طبعا هو المتر، شفت طلع هذا يسوي كاتنج للسبرو تطلع، بعدين تبقى عمليه البولشينج للسيرفس. The final finishing procedure are similar to those used for the gold alloy but the chromium cobalt and nickel chromium alloy is much harder، يعني يكون اكثر صلابة من الجولد الوي. The major differences is that the chromium cobalt and nickel chromium alloy is also electro polishing in addition to the usually mechanical lead polishing to produce a smooth surface، يعني نسوي له polishing بال يعني electrical ومانوال. لكن هنا الالكتريكال ليش نستخدمه؟ لانه المتر هذا قلنا كروم كوبالت تكون عندي فيري هارد، فيحتاج الى ماشين تكون كلش يعني قويه حتى تقدر تسوي لي كاتنج وبولشنج للمتر. بعد ان نكمل يعني البولشينج طبعا نحصل على السموث سيرفس اوف ذا فريم ورك. بنفس الوقت احنا طبعا من عندنا هذه المثل قبل ما نسوي لها بولشينج طبعا ما نقدر نقعدها على الكاست، ليش؟ لان هذه تسوي لي ابريجن للكاست والابريج سيرفس اوف ذا جبسون. ماني لابوراتوري technician used a duplicate master cast for fitting the framework and only place the framework on the original master cast when the framework is completely. يعني هذا الدوبليكيشن او الماستر كاست احنا راح نسوي عليه الفريمورك، لكن بعد ان نكمل الفريمورك نسوي له polishing and smoothing. هذا هنا بصورة، هذا عندي الاوريجينال كاست او الماستر كاست، راح اسوي اقعد عليه الفريم مثل ما تشوفون هنا بالصوره. طبعا كل يعني راح يكون عندي مور فيتنس في مكانه الصحيح. اذا اني استخدمت يعني ريفراكتر كاست راح يصير احيانا سم اوف ابريجن، فهذا الابريجن راح يؤدي الى شنو هو روكينج اوف ذا فريم ورك، يعني ما راح يقعد بمكانه الصحيح. نقعد هنا الريست والكلاس والدينشر بيز والميجر كونكتر، ايضا يكون عنده كل واحد منهم يكون عنده في مكانه الصحيح.